كيف تتحدث فيصل الصغار إليك وتصغي إليهم عندما يتحدثون؟ هيدير فاير وإلين مازليش. How to talk so kids will listen and listen so kids will talk. شوفي بالمحتويات مساعدة الأطفال على التعامل مع مشاعرهم، الترغيب في التعاون بدل العقاب، تشجيع الاستقلال، الثناء، تحرير الأولاد من لعب الأدوار، وضع جميع الأمور معا. ما فحوى هذا كله على أي حال بعد 20 سنة؟ الرسائل نعم، ولكن ماذا إن ماذا عن؟ من أجل دراسة إضافية. يقول جوزيه أورتيكا إيغاس، كل ما أعطيناه هو إن هو إلا احتمالات لنحقق أنفسنا على النحو الذي نريد. للوصول إلى الترغيب في التعاون، صف ماذا ترى أو صف المشكلة، أعطي معلومات، أوجز الكلام، أفصح مشاعرك، أكتب ملاحظة. لتشجيع الاستقلال، دع الأولاد يختارون، أظهر احترام لمحاولاتهم وكفاحهم، لا تكثر من طرح الأسئلة، لا تستعجل الإجابة على الأسئلة، شجع الولد على استعمال مراجع أخرى خارج المنزل، لا تثبط الآمال. من أجل تحرير الأولاد من لعب الأدوار، ابحث عن مناسبات ترين فيها الولد صورة جديدة عن نفسه. ضع الأولاد في مواقف يرون أنفسهم فيها بشكل مختلف، دعي الأولاد يسمعوا أمورا إيجابية تقولينها عنهم، صيغي السلوك الذي تحبين أن تري، كوني مخزنا لحفظ لحظات نجاح ولدك عندما يتصرف الولد وفق ما وصلنا به من قبل، افصحي عن مشاعرك وتوقعاتك. ما هي بدائل الضرب؟ يمكن أن يقول بيلي كفى توقفي، ويقول ذلك في وجهه بصوت عالي. يمكن أن يدفع يديها بعيدا بلطف، يمكن أن يعطيها قصاصة ورق وقلما، يمكن أن يعطيها شيئا آخر تلعب به، يمكنه أن يرسم عندما تكون أكتب في قيلولة، يمكن أن يرسم في غرفته وباب مغلق. إذا لم ينجح من هذا يستنجد بأمر المساعدة. يستطيع بيلي أن يلصق قائمة الحلول هذه عند حيثما يريد ويستشيرها حين تدعو الحاجة، فلا يعود يرى نفسه شخصا يتصرف تصرفا سيئا عندما يغضب، ويلزم إبعاده بالتصرف تصرف شخص يحمل المسؤولية وعنده طرق يسلكها لحل مشكلات غضبه. طيب كيف تتحدث فيصغي الصغار إليك وتصغي إليهم عندما يتحدثون؟ إدل فابر وإلين مازليش.